سيد الإمام في وصيته شنو قال؟ هاي الجملة الأخيرة لابد الإخوة حافظيها مولا، أنه مطمئن القلب أروحه. أحسنتم مولانا، أنت ما معين خليفة من بعدك؟ يقول لا، الذين تركتهم من بعدي إن لم يكن همهم لحفظ الثورة أكثر مني فليس بأقل. ماذا؟ فليس بأقل. هم يعينون، ما عندي مشكلة. يلا جاوب اليوم هذا السؤال، ودوه إلى ماذا؟ إلى الأعلام الذين قولوا إذا أكو هشي إشكال شنو، إذا أكو هشي جواب، ما هو جواب هذا الإشكال؟ ولهذا اجتمعوا في السقيفة ولم يتركوا الأمر بلا قائد وعينوا القائد. والأعزة الإيرانيين عايشين نان، والعراقيين عايشين العرب مولانا. السيد الإمام قدس الله نفسه من راد يذهب مولانا من هذا العالم، ما عين شخصا من بعد. يعني هذا عدم تدبير السيد الإمام، وأنه عدم اهتمام بالثورة الإسلامية في إيران، لا 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 أبدا، كان معتقد أنها هذه الصفوة المحيطة به من الحكمة والتدبير والدين أنهم يتركون الأمة بلا قائد أو لا يتركونها. لا يتركونها، وهم فعلوا، وهذه آثاره بحمد الله. الآن أمامكم أعزائي جميعا، لتتصور هسه أنت عندما تستدل مولانا هذا الاستدلال الدقيق العميق ويقول سلمنا الحق والله معكم، لا عزيزي لا، هو عنده كلام يقوله، عندك جواب جاوب أنت. يقول هذا منشأه أنك أنت أسأت الظن بمن؟ بكل الصحابة، قلت كلهم ارتدوا، ولكن نحن نعتقد لا، هؤلاء هذا مولانا، هذا هم دي يقولوا، مو أنا، ها مو أنا، لا حسبتم إيه؟ لا بكرة لا تقولون أنا سيد الحيدري مولانا صح كلمات السنة، هذا جوابهم. أريد أنت الآن لو أنه عالم سني استدلت هذا الاستدلال فأجابك بهذا الجواب، أنت مهيئ نفسك أن تؤتي بجواب أدق وأعمق، مو أنه تبقى حائر تقول ها والله خلينا نروح نسأل العلماء نشوف إيش يقولون. يقول لا، هو خبرهم في الحروب في الأهوال في المصائب، رباهم كبرهم، بعضهم معه 20 عام، بعضهم معه 30 عام، بعضهم معه 10 أعوام، هؤلاء كلهم تربيته هو. ولهذا من ترك الأمر كان على ماذا؟ ها سيد الإمام في وصيته شنو قال؟ هاي الجملة الأخيرة لابد الإخوة حافظيها مولانا، أنه مطمئن القلب أروحه. أحسنتم مولانا، أنت ما معين خليفة من بعدك؟ يقول لا، الذين تركتهم من بعدي إن لم يكن همهم لحفظ الثورة أكثر مني فليس بأقل. ماذا؟ فليس بأقل. هم يعينون، ما عندي مشكلة. يلا جاوب اليوم هذا السؤال، ودوه إلى ماذا؟ إلى الأعلام الذين قولوا إذا أكو هشي إشكال شنو، إذا أكو هشي جواب، ما هو جواب هذا الإشكال؟ ولهذا يقول إنها تقوم على أساس فهم معمق للموقف، فلا يمكن تحميل إنكار مثل هذا الضروري على المخالف لعدم التفاته إلى هذه المساوقة. أنا أقول لسيد الشهيد لا 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 أبدا، ملتفت ولكنه ماذا؟ عنده جواب أو عدم إيمانه بها وهو صحيح، لا يقبل هذا الكلام.